مرحبا، كيفكم؟ معكم جاب من قناة جي كي الترا. اليوم الفيديو راح يكون بش فلوج، مش رياضة، بشي اليوم تحدي. اليوم متحدى حال انه دل لمدة 5-6 ساعات تقريبا مع الدجاجات بالقفص. هلا بدنا نروح لعندهم، بس قبل ما تنسوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى اذا نزلت فيديو يوصلكم. قبل شروط التحدي، بدي دل معهم ممنوع اظهر الا لجيب اكل او مي. انا رح اخذ معي اكل واحامل نسكافيه ونفوت لجوا. ممنوع اظهر الا لجيب اكل او شيء. اوكي، اول شيء حطينا الحليب. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you hang in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning. ما بخلونا نصور، فهلا رح اقعد خلص وبرجع بنشوف شو بنعمل. اوكي، طلع حلو كتير لان زدت له معلقتين سكر وذاك 3-in-1. شو بدكم باصوات الدجاج؟ بس حلت روحي. اوكي، هلا عطشت فشربت شوية مي، صار لي بحدود نص ساعة هون هيك بساعد. شوبت وزهقت وما بعرف شو، فما عارف شو اعمل. واعذرونا على العيون اللي مش قادر افتحهم من ورا الشمس، الشمس كتير قوية عنا. فكمان في واحد سألني على تيك توك، رح جاوبه هون ان شاء الله يكون عم يحضرنا. من اي عمر بصير فينا نفلت الصيصان مع الدجاج؟ تقريبا من عمر الاسبوع لاسبوعين بصير فيكم تفلتون. بعمر الشهر للشهرين خلص بصير. بس الاسبوع لاسبوعين بتصير تفلتون، مثلا ساعة اول اسبوع، تاني اسبوع ساعتين، ولا توصلوا لرابع اسبوع 4 ساعات. بس بدكم دلكم قاعدين معهم خلص، لا رابع اسبوع خلص بصير عادي، يعني عرفتوا كيف؟ بيتعود عليهم، لانه اول شي الدجاج بفكرون شي غريب، بعدين بيتعود علينا، عرفتوا كيف؟ وكمان في واحد سألني كيف منخلي الدجاج يجي لعنا أول ما نفوت وهيك. فبدي قله إنه الدجاج ما بش هيك بصير يجي لعنا، بدنا كل يوم نطعميهم نحن ونفس الشخص وهيك حتى يتعودوا. يعني أول شي بنكون نحن لهم شي غريب، بعدين نصير شي عادي. بدي أرجيكم شي غريب هلا صار معي. في ديك أعذرة، هيدا الديك حفر بالأرض، هيدا الديك حفر بالارض واعذرة. شو عارف شو صار معه؟ بدي جاوبكم على سؤال يمكن ما سالتوني اياه بس انطرح براسكم، ليه عندي هالقد كمية دجاج قليلة؟ هو طالع فوج صيصان مرتب يعني هونيك، وبالحضان التاني عندي حضانتين هونيك، وعندي هولي هون والكبار، بس الدجاج ما عندي كمية، لانه كان عندي بحدود مثلا ما بعرف قديه، مثلا 11 دجاجة نحنا من نمس او جردون، قعدنا له طول الليل حتى نقصه بس ما طوص معنا. اوكي، انا خلصت التحدي، قعدت 4 ساعات بس ما رح اقدر اكمل 6 ساعات لانه شمس وتعب. بس ما رح اوقف الفيديو ورح روح هلا بتشوف شو رح اعمل على العرزال الخشب. بدي ارجيكم اياه عن بعيد قبل وبتشوف. انا بدي اقيم صوري، صور مصورهم بعد ما من معدلين كتير، يعني من حلوين، بس بدي اقيمهم واحط لكم صورة 1 2 3 وانتو بتبقوا يعني بتقيموا بالكومنت كمان. اوكي، هيدا العرزال، ماما من هي صغيرة بتحلم يكون عندها عرزال، وهو كتير غالي لنسويه. فجيت انا وعمي وبيي جبنا اشترينا عمدان الهاتف، هول بيجوا بنيين هيك، ان شاء الله تكونوا شفتوهم منيح، بيجوا هيك شكلهم. فعملنا منهم الشكل ورجعنا جبنا
خشب طبالة، اشترينا طبالة قالوا حطوا علينا الأغراض وهيك، وعملنا من هيك انه انا وعمي وبي كتير بنشتغل بالخشب، ما نجارين ولا شيء. هلا لنبلش باول صورة، نفكر ارضها هون، فخلنا نشوف. اوكي انا بحس هيدي الصورة ما خرج 10 من 10 للصراحة، ف6 من 10 لانه الوانها حلوة، انه حلوة هيك، بس بدها افكتات وبدها تصبيط. انتو شو رأيكم؟ فهي اللي حتكون صورة واحد، وهيدي الصورة رقم 2. هلا الباز حسيته حلو والمطل وهيك، فلح اعطيها 7 من 10. اوكي وهيدي التالت صورة، حسيت وجهي فيها معتم، فلح اعطيها 4 من 10، بس هي قعدتي حلوة ووراي حلو والصورة حلوة، بس وجهي شوي غامق. وعن هيدي الصورة احلى صورة تصورتها بهيدا المشوار، بتحسه ما بعرف كيف هيك بوزيتيف، ما بعرف كيف الوانها القعدة، انه كتير حلوة هيدي الصورة، فهيدي اكيد 10 من 10. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب وباي. Стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза, гра-та-та-та-та.